في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيش من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية وتوقيف 3 أشخاص مع حجز كمية معتبرة من الكوابل النحاسية. العملية جاءت على إثر معلومات واردة مفادها قيام أشخاص بقطع وسرقة الكوابل النحاسية بقرية سمعون بلدية شميني. بعد تأكيد المعلومة بالتنسيق مع الجهات القضائية، تم وضع تشكيل ثابت ومتحرك عبر الطريق الوطني رقم 26 من أجل توقيف المشتبه فيهم، أين أسفرت العملية إلى توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و33 سنة ينحدرون من ولاية بجاية، وحجز 1 قنطار و10 كيلوغرام من الكوابل النحاسية، مركبة تجارية، مبلغ مالي قدره 8 ملايين سنتيم من عائدة البيع، أسلحة بيضاء، ميزان إلكتروني، مقص كبير ومنشار حديدي، وبالإضافة إلى 3 هواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وسيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيش.